شاعر جايشة والله انا ما ادري وش نيقع وش يقع والله ما ادري الله يصبرنا على وش يقع. لكن الحمد لله اني ما بكيت انا. فمن الكريم ونرجي الله فالتيسير وهي كلمة يشرق بها خاطري شرقا نودعك والله بي. لن أقول السلام عليكم بل السلام علي إذ أنتم أنا باسمي محمد بن مفرح واسم من يحبون الأسلوب الحواري ويفضلون الأخذ والعطاء حديثا. أرحب بكم في رحلة جديدة وطريق جديد على شاشة قناة الواقع الفضائية في فقرة قبل المشرى، فيا أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، حياكم الله. الله يبقيكم، حياكم الله. تبقى مليون مرحبا. الله اللي مرحبا. الله يبقيك. كيف الحال؟ مرحبا والله. صباح الحية. الله يطول عمرك. الله يعافيك. كيف الحال؟ الله يسلمك. يا مرحبا. شحالكم من رجل؟ شحالكم طيبين؟ الله يحييهم. وين حسام؟ كيف تزبط؟ اسمن؟ الله يطول عمرك. ارحل العلوم. شكو طيبين. الله يعافيك. مرحبا انا. ظن مهالش الهاشمية عندهم. ها؟ لا لا يا ولد الا الهواء. يعني. الله يطول عماركم. وشلونكم يا الربع؟ شكو طيبين. يا مرحبا وسهلا. حسام وين؟ الله يبقيكم. انتم اللي رحبوا. حسام بيجي ذا الحين. بيجي مغربي. مرحبا وسهلا. جهز الشنطة. يا مرحبا. يا مرحبا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شلون؟ يا مرحبا وسهلا. الله يحييك. الله يطول عمرك. يا مرحبا. شحالكم من ربع؟ شحالكم طيبين؟ الله يحييهم. شلونكم؟ شحالكم طيبين؟ الله يسلمكم. حسان وينه؟ الله يطول عمرك. مرحبا بكم. اللهم اسهل ترحيل المطر. عين لكم الفراش، عين لكم الحار. لكن اذا تسمحون لنا ولا عليكم امر تخلوني وياه الحار. هاي بشير بساعدك. يعني ما بسيكم، انتم بتشوفون على الشاشه. انت يعني ما بسيك يا فوق. حسام موجود؟ اسموه بالله الربع. يعني ما بسيك. الله يطول عمرك. يا مرحبا يا مرحبا ومسهلا. السلام عليكم. الله يبقيكم. انتم اللي رحبوا. الله حيه. الله حيه. طول عمرك. الله يسلمك. الله يعافيك. وشلونك؟ يا مرحبا. ترحيب المطر. كيف الحال؟ الله يطول عمرك. مرحبا ومس. الله يطول عمرك. يا مرحبا. شلونكم يا الربع؟ عساكم طيبين. الله حيهم. يا مرحبا يا حسام. قلبي قام راح. اذا تسمحون لنا ولا عليكم امر رجعني ما بكيكم. خلوني انا وياه الحال. لا انت. لا انت. يا مرحبا يا حسام. قلبي قام راح. الله حيه. الله يبديك. شلونك؟ خير يا مال الخير. يا مرقو شلونك يا حسام؟ خير يا مرقو. عساك طيب. شلونك؟ الله حيك. عساك طيب. قبل نبدا طال عمرك اسلم بالاسئله. اسلم. اوصف شعورك الان وانت مودع اسوار القريه. والله طال عمرك المشاعر متلخبطه، والله ما ادري شلون اقول، لكن شعور مفارق وحزن على اخوياي. والله والله ما هو على اي شيء ثاني. هل انت حزين على خروجك من البرنامج ولا على وداعك لاخويا؟ لا، على وداعي لاخويا. اتمنى ذلك. طيب نبدا في السؤال الاول. اسلم. تشوف انك تستحق الخروج في اول برايم؟ لا. ما تشوف انك تستحق الخروج؟ لا. يعني ظالمينك؟ ما يمكن لهم اهداف ثانيه، يمكن الخصم الخفي ما ندري عنه. امور ثانيه اكبر منا. طيب وش اكثر جلسه بيفقدها حساب؟ زاوية محسن السبيعي. يعرفها زاوية محسن السبيعي. الله الله. ونعم فيك ما عليك زود. طيب يا حبيبي، بكيت لأنك خرجت ولا لأنك ودعت الشباب؟ لا، لأني ودعت الشباب. من أقرب شخص لك في النسخة؟ سلطان دغيم. سلطان من؟ دغيم. ونعم فيك ما عليك زود. ليه أقرب شخص لك سلطان؟ هو والله كان معي من بداية البرنامج. متسابقين الباقيين مو معك؟ الا والله كل ابوهم معي ولا قصروا كل ابوهم.
لكن والقريبين والله واجب، لكن اكثر شيء والله سلطان الله يبيه وجهه. طيب وش هي خطتك يا حسام بعد خروجك من الرابط؟ خطتي مستمر طال عمرك. كيف؟ مستمر. مستمر كيف؟ في وسائل التواصل الاجتماعي، وان شاء الله اني ارقى سنود باذن الله، والتوفيق عند الله. طيب هل اذا رجعت ترجع تنافس على نجم مركز الجمهور؟ باذن الله. الجمهور؟ باذن الله. طيب انا فيه سؤال ما كتبتها في الجوال، ما كتبتها في الورقه قبل ادخل. اسلم يا ابو مفرح. جاتني من معلومات مؤكده. اسلم. بسم الله. طيب قبل ناخذ السؤال هذا بسك سؤال. اسلم. ما انك خرجت، ما تتمنى ياخذ فارس النسخه؟ فارس النسخه؟ اي اكيد في شخص في بالك. والله كلهم يستاهلون، ولا ودي والله احدد احد واخلي احد. كل ابوهم والله يستاهلون، وان شاء الله باذن الله. انا ابغى التوقع وابغى التمني. لازم. ما تعرفيني منها مرة. ما فيها شيء. أعرفني والله، لأن أنا أعلمك والله، لو في بالي اسم واحد اللي أقول لك، لكن في بالي أكثر من اسم. هل تتوقع أنك أنت تأخذ أو لا؟ أنت صح مرشح النجم الجمهور. إيه الله يوفقك ويوفق من اسمك. طيب شفنا اليوم تأثر الشباب على سالم أكثر منك، وش تشوف السبب؟ والله علينا كلنا، مو على سالم بس. المشاهد يشوف أن التأثر على سالم كان أكثر. يمكن سالم يستاهل طال عمرك، يمكن قدم له برنامج. سالم ما شاء الله بداية طيبة مع أخوياه ومعنا كل أبونا، لكن تأثر علينا كلنا طال عمرك، ما هو على بس سالم. المعلومة هذه خاطئة، والجمهور ما أخذها بالصورة الصحيحة. طيب وصف لي تجربتك خلال التسع أيام في برنامج نسخة مراجع. جميلة جدا. حلو، أنا أحب الاختصارات. ليه؟ طيب شفنا كتابة الأسماء عند عادل بن هيف، ما أحد حط اسمك إلا شخصيا، هل هذا سبب أنك غادرتنا؟ ترى المعلومات هذه مؤكدة، هنا كنت في غرفة الإعداد. بس اسمين؟ فقط. وفي ناس يقولون ما هم باسمين. من يقول؟ أكثر من واحد. تقدر تقول أسماءهم؟ لا. ليه؟ لأن كانت في اتفاقية هناك. هي على كانت في اتفاقية؟ ايه. اتفاقية على ايش؟ على الاسامي هذا. طيب هل المشاكل اللي تحت البث والتحزبات لها دور؟ لا. ما في مشاكل؟ مرة. تأكد؟ يلا هو. هل تشوف انك ما خذيت وقت كافي في التسع ايام وان البرائم كان مفروض يلغى؟ صحيح. تونا ما جبنا باللي عندنا. الاتفاقية اللي اتفقتوا وش هي عليه؟ كيف اتفاقية؟ الاتفاقية اللي تقول ايه؟ اتفاقية الشباب اللي قلتها قبل شوي. ايه. وش كانت عليه؟ احنا طال عمرك متفقين، طال عمرك نعطيها اقل واحد نقاط. ابيه يتأهل. اقل واحد؟ وانت النقاط كانت مرتفعة، لان ما في الا شخصين بس اختاروا. ايه وانا ما كنت ابيها لي اصلا. يعني انت معلم الشباب انك ما تبيها لك؟ ايه الله الاقل واحد نقاط. والشخصين هذه الشخصين هذول ما سووا حطوا الاتفاقية لك، الاثنين هذولي الباقيين ما سووها لك لأنك كنت قايل لهم هذا الكلام. إيه الله. حلو. طيب هل تتوقع في أحد من المتسابقين فرحان بخروجك؟ لا. أتمنى ذلك. أتمنى حتى. طيب يا حسام. السلام. رسالة وداعية تقولها لأخوياك قبل خروجك. أقول الله الله بالعلم الزين، الله الله بالبداية اللي كنتوا فيها من بداية البرنامج، كانوا سواء قلوبهم على بعض، أشهد بالله أنها كلمة حق أنهم رياجيل كل أبوهم بمعنى الكلمة، رجال رجال ما هو رجال. أقول استمروا، الله يوفقنا وياكم، وهذه سياسة برنامج، كل سبت طالع واحد، وما طلع أسبوعي راح طلع بعد ثلاثة شهور، وهذه سياسة برنامج، وأقول الله يوفقنا وياكم. يستاهلون والله، يوفقك ان شاء الله يا حسان. اللهم امين. ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق. اللهم امين. واعزائي المشاهدين، اخذنا علوم المتسابق حسان قبل مسراه وقبل مسراي. احب اقول القاكم باذن الله الاسبوع القادم. اي كاميرا هذه؟ باذن الله الاسبوع القادم في جلسه حواريه اخرى مع متسابق اخر. انا هنا اطوي اخر الاحاديث كوسيلة لكشف المستور، وإلى اللقاء في سبت وداع قادم، ونلقاكم على خير إن شاء الله.
والنظم يرتاح ترقب الحكي حرقة روح وفالك التوفيق والود والتقدير وبتذكرك لنا الله أمين مرحبا. أبو جيك أنا طلعت. أيه مجيك.